نصبح على حضراتكم مرة تانية مشاهدينا، نروح مع حضراتكم بقى وجولتنا الصحفية في بعض البوابات الإخبارية الصادرة صباح اليوم. أهم ما جاء فيها من عناوين هنقولها مع حضراتكم الآن. نبدأ معكم من بوابة تلفزيون اليوسف، نقرأ هذا الخبر: الرئيس السيسي يتقدم بخالص التعازي إلى حكومة الهند وشعبها في ضحايا كورونا. في التفاصيل، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية يتقدم بخالص التعازي والمواساة إلى حكومة الهند ولشعبها الصديق في ضحايا جائحة فيروس كورونا. كتب الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن الشعب المصري، أتقدم بخالص التعازي إلى حكومة الهند وشعبها الصديق في ضحايا جائحة كورونا، ونأمل في أن نتمكن من تجاوز هذه الفترة العصيبة في أسرع وقت ممكن، متمنين الشفاء العاجل لجميع المصابين والسلامة للشعب الهندي الصديق. أؤكد أيضا تضامن مصر الكامل مع الهند في جهودها لمواجهة هذه الظروف.